استقبل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمكتبه برئاسة الحرس الوطني صباح اليوم الفريق توماس بيكيت كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق. وفي بداية المقابلة رحب سمو رئيس الحرس الوطني بكبير المستشارين العسكريين والوفد المرافق مشيدا سموه بعمق العلاقات.